لكم مرة تانية، والنهاردة في حاجة مختلفة تماما في حزب الكنبة. هنتكلم في السياسة، وهنتكلم عن نفسنا وعن مصر وعن اللي بيحصل وعن الشعب وعن كل حاجة، بس بطريقة تانية خالص من خلال الفنان الجميل مجدي عيد. مجدي عيد منورنا. ده نورك حضرتك، كل سنة طيبة. وحضرتك بألف صحة وسلامة. وعايزة أرحب كمان بثلاثة بس من فرقتك. أنا عارفة إن فرقتك كبيرة، يعني عندنا أستاذ بكار على الكاخون، وأستاذ أحمد عبد الفتاح على الترومبت، ومحمد خاطر أستاذ برضو عازف الكيبورد. بنرحب بيكوا. أنا عايزة أقول يعني أستاذ يعني مجدي عيد معروف طبعا، لكن هو بيقدم لحد دلوقتي لسه بيقدم المونولوج، الفن الجميل اللي احنا مفتقدينه، المونولوج اللي بيتكلم عن مشاكلنا وعن الواقع بتاعنا، وبيبقى فيه نصيحة وبيبقى فيه خفة دم وبيبقى فيه توجيه، لكن كله مش مباشر، ممكن يبقى في السياسة وفي غير السياسة. بيقدم لنا كمان الستاند اب كوميدي اللي هو واخد فيه جوائز كتير ولف بيه زي ما بيقول نص العالم. استاذ مجدي، اهلا بحضرتك، ارجو ان اكون عرفتك صح. يعني ده كتير عليا كمان. لا يا فندم، والله كتير عليا. ليه المونولوج؟ يعني هو فن، احنا جت فترة كده كان منتعش، وبعدين المونولوج خلاص ما بقاش موجود على الساحة، انت احييته تاني. ده حقيقي. المونولوج فن، انت عارف حضرتك ان هو كان زمان بينقد كل حاجة موجودة، وله اسلوب وله نجومه، بداية بقى من سيد سليمان واسماعيل ياسين وشكوكو وسرايا حلمي وناس كتير كانوا زمان، وكان هو المنفذ الوحيد للنقد بالنسبة للي بيحصل حواليهم في السياسة وبيحصل اي حاجة اجتماعية او كده، كان هم بينقدوها وبيحطوا توجيهات معينة. انا اتزقيت للمونولوج لان انا برج الجوزاء، فكنت ملم شوية اللي هو برج الجوزاء اللي بيعرف كل شيء عن شيء وبيتقن شيء، فانا كنت بقلد وبقول نكت وبألف وبرسم وبعمل وكده. انت فنان تشكيلي؟ انا خريج تربية فنية. فركزت في التربية الفنية اللي هو دراسة، وبعد كده المونولوج ده هو اللي خليت زي المسرح ابو الفنون. بعتبر ان المونولوج ابو الفنون، فبقيت اغني وامثل واقلد واعمل كل حاجة في الوان منشو اللي انا بعمله. وطبعا عايزة اقول انه دايما لو انت جيت قلت لحد ما ترميش مثلا الورق في الشارع عشان عيب، مش هيسمع كلامك، لازم. لكن لو قلتها بالطريقة بتاعت المونولوج ده الناس بتتقبل، لانه طريقة فنية، طريقة غير مباشرة. ده حقيقي يا دكتورة، فعلا ما حدش بيحب النصيحة، بيعتبروا النصيحة توبيخ أو حاجة كده، إنما لما أبين السلبيات بأسلوب لذيذ شوية ممكن لا هنبقى كده، لا لازم أتغير وبتاع. يعني أبو المونولوج بتعتبره مين؟ إسماعيل ياسين؟ إسماعيل ياسين أنا بعشقه. إسماعيل ياسين ده هو أول حد قلدته في حياتي، لان انا كنت شبهه جدا وما زلت برضو، يعني شايفه طبعا. طب ما تقلق، طب قول لنا كده اسماعيل ياسين كده لو سمع مثلا خطاب الرئيس السيسي النهارده يقول ايه؟ طب انا اقول لحضرتك حاجه، انا كنت رايح حفله يوم تنصيب الرئيس السيسي، تاني يوم التنصيب، وقالوا لي لازم تقول حاجة عن ده، فبرضو اللي جه في ذهني ان انا اعمل حاجة على الحن لاسماعيل ياسين، ففي مونولوج لذيذ اللي هو يا سلام يا ما انت كريم حفلة ومن غير معازيم. ايوه ده انا فاكراه، ده بتاع اسماعيل ياسين. انا عايز اقوله طبعا، كان بيقوله في لتحية كاريوكا في صاحبة العصمة، قلبته انا بقى برضو خليته عن برضو رئيسنا وحبيبنا السيسي، فيا رب ممكن يا رب يعجبكم لو قلت دلوقتي برضو. يلا اتفضل. ايه رأي حضرتك؟ يلا نقول يا سلام. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم، وانا باخوانا انا بحب مصر قوي قوي قوي. يلا. لا 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 لا. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، ويا من انت كريم مصر وجلا رئيس عظيم. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، بنحب السيسي لانه راجل وضميره سليم. يا سلام سلام يا
سلام يا سلام يا سلام. يلا يا مصر انت وهو هنحط ايدينا في ايديه وهنبني بلدنا الحلوة بقلوبنا هنكون حواليه. الراجل ده ابن حلال وكلامه عالي العال. الراجل ده ابن حلال ودماغه عالي العال. عمره ما عيشنا خيال وكلامه في الصميم. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. ويا من انت كريم مصر وجلاء رئيس عظيم. يا سلام يا سلام. قال انتو نور عينيا وحبايبي يا مصريين وهنبقى قد الدنيا مرة وكمان خمسين وشوية كمان خمسين يقولوا سبعين تمانين وشوية كمان خمسين يقولوا سبعين تمانين. بإيديكوا يا مصريين كلنا هنعيش في نعيم. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. ويا من انت كريم مصر جلا رئيس كريم. يا سلام يا سلام. كل الدول العربية ومصر بقوا اخوات. الكويت والسعودية والاردن والامارات وقطر غاوية خناقات وجزيرة عايزة مقشات. وقطر بتاع خناقات بكراسي ومقشات. هنفكر فيما هو قات وهننسى كل قديم. يا سلام يا سلام. طب يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. ويا من انت كريم مصر وجلا رئيس عظيم. بحبك يا سيدي. يا سلام يا سلام. دي طبعا غيرتها كلامها على طول يوم الحفلة. جميلة. الله يخليك. والله جميلة. الله يخليك. ويعني فيها كلام حلو فيها رأي سياسي فيها نقد. تتكلم هو عن قطر والجزيرة وعايزين مقشات يعني برضو هو ده رأيي. أنا أول مرة يعني أنا مش من عادتي إن أنا أمدح في حد أو ولكن فعلا ربنا يبارك له. فعلا حاسس إن ربنا يكرمنا بيه بإذن الله إن شاء الله. إن شاء الله. رئيسنا الجميل والله. وعايز اقول لحضرتك ان انا كنت عامل حاجة ستاند اب كوميدي سنة 2005 في بيروت. كنت بقول ان العرب لازم يتحدوا فكنت انا رايح كمسابقة بس انا محترف. فاللجنة عارفة ان انا محترف فاخر يوم في البرنامج كنت مبين لهم ان انا دخلت قلت لهم انا ما يخصنيش الجايزة اكسبها او مش اكسبها انا كده كده كسبان ولكن بفكر ازاي لما ارجع مصر 8000 10000 مصري هيستنوني لهم فلوس عندي. طبعا انا قلقت والدولار هاخد بالدولار كانت الجايزه 10000 دولار ده مبلغ يعني. فطبعا كانت رزان كل شويه واللي هيكسب معانا وهيمرق ياخد 10000 دولار امريكاني. فانا كنت قلقان من الديانه وخصوصا كان واحد مدينني له 50 جنيه عندي فكان قاعد جنبي بيقول لي عايز افضفض. قلت له فضفض. قال لي اسرائيل طالما مش عايزه تطلع او تنسحب من الارض ليه احنا ما نسحبش الارض من تحتيها؟ قلت له والله فكره. طب عايز حاجه؟ قال لي لا لسه الامريكان ليه طلعوا الفضاء واحنا ما طلعناش الفضاء؟ قلت له يا عم دول فاضيين احنا ما عندناش اي فضاء. عايز حاجه؟ فماشي. فسرحان في الدولار لقيت الدولار بيتخانق مع الجنيه في الشارع. تخيلي دولار بسبعه والجنيه واحد وماسك الدولار ماسك الجنيه طخ تيخ طخ. شديت الدولار من تحته في ايه يا عم الجنيه تنك برضه شلته من عليا ليه انا كنت اموته. قلت له يا عم في ايه احكي لي الحكايه. قال لي بيستفزني الدولار يا مجدي وبعدين خدوني على الاسم. الدولار قاعد يجيله نسكافيه ويجيله قهوه وبتاع وانا قاعد عره مهركون وادور على اي حد يقف جنبي. الدولار اليورو اتصل اطمن عليه الجنيه الاسترليني جيب نفسه علشان يقف جنبه وانا بدور على اي حد من حبايبنا مفيش اي حد. خدوني سين اسمك وسنك وعنوانك. قلت لهم انا الجنيه المصري جنسيتي عربي.
سني 7000 سنة خضارة. تعرف ايه عن تنظيم القاعدة؟ قلت لهم ما اعرفش غير تنظيم الأسرة والله العظيم. قالوا خش السجن. دخلت السجن عرفت ليه كنت لوحدي، لقيت كل الحبايب مشرفين في السجن، الجنيه والدولار والليرة اللبنانية قاعدة في النص عمالة تقول أخصمك أسيبك لا. عرفت إن احنا كنا لوحدنا، قلت لهم لازم نعمل عملة زي ما في يورو، نعمل حاجة اسمها اللولوس، اسم حلو وريوش وبتاع، ونعمل لها أغنية اللولوس يا حلولوس اللولوس يا حلولوس، هينافس الدولار وهنكسر الأسعار، اتحدوا يا إخوانا اتحدوا. ده كان علشان خاطر ده مشهد كامل متكامل بيوزن اخر الاتحاد. ده كان في 2005، كان ساعدني فيه طبعا الاستاذ عادل الفار المونولوجيست المعروف الجميل. ورحت بيه الحمد لله جايزه في لبنان في 2005. ده جميل جدا. وطيب الاحداث بقى الحاليه لفت نظرك في ايه؟ يعني انت دلوقتي عندك مونولوج وعندك بتعمل كمان ستاند اب كوميدي. طيب اللي حصل لنا بقى في يعني في الاحداث الاخيره دي طلعت ايه من جواك؟ هو انا الشكل الكوميدي اللي انت بتعرضه انا كنت من اهم ناس في حزب الكنبه، اللي هو قاعد في البيت عمال يتابع ويشوف في ايه والدنيا ماشيه ازاي. فطب اعمل ايه؟ طب اعمل حاجه كوميدي. كان في كابت جامد جدا في الثلاث سنين اللي فاتوا، وعايز يعني هل اقف مع يعني انا حسني مبارك الرئيس السابق، يعني كنت متضايق من اللي بيحصل له ايه، وناس تقنعني ان هو لا ده عمل فينا وسوى. طب هل اضحك اللي هم مع حسني مبارك، ولا اضحك اللي هم مع الثوره والتحرير، ولا الاخوان اللي هو ليا منهم يعني مش اخوان ليا اصحاب متعاطفين معاهم وناس ملتزمه. فالثلاث سنين دول بقيت منكمش وبس، بقيت ادور يعني. طب انت اتكلم عن نفسك، يعني انت مش لازم ترضي كل الناس، ما هو كل واحد احنا خلاص اتقسمنا كل واحد ليه وجهه نظر. ليا جمهور. انت بقى يعني انت فين في الثلاثه دول؟ ليا جمهور. انا اللي بدات بقى يعني ألف حاجات أنا نفسي ما بقتش أضحك عليها، يعني بجد كان في نوع كده من ال، فمش عارف بقيت أشوف الشيزوفرينيا اللي موجودة في الشارع. طبعا ما عبرتش عن الشيزوفرينيا ليه؟ عبرت بالنسبة لخلط الدين بال، يعني حد مش متدين بس الشكل العام. طب ما تسمعنا حاجة كده. يعني مثلا التليفونات تبص تلاقي مثلا التليفون كانت طلعت الموضه ولسه ما زالت، تلاقي بيقول لك ايه مثلا حاطط حاجه دينيه في الموبايل بتاعه، اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا. فطبعا يبص السلام عليكم، اقسم بالله 5 دقايق وكنت هكلمك. لا الازازه اتخبط في التاكسي وبتاع. طب ما انا من عندك ده رحت بقى. ها طيب يلا حاجة تصبيرة بقى. ها سيدنا محمد رسول الله، يعني ايه اللي جاب دال 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 ده اللي عايز تقول التدين الشكلي، يعني اللي هو يعني خلي التليفون شكلك شبه شخصيتك، خلي حاجات. فيعني انا مش عارف اتدخل في يعني الناس اللي هو كله بالشكل كده، لكن في حاجه في القلب جوه. لا انا 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 مجدي عيد اللي هو كده، دي لبسي دي قصتي ده اسلوبي في الحياه ده كده انا واضح. انما فعلا الشيزوفرينيا اللي حصلت في الفتره اللي فاتت دي الدنيا. انت ما عملتش مونولوج على الشيزوفرينيا دي؟ لا انا كنت بعمل سياسه، السياسه بتاع الشارع، يعني السياسه بتاع الشارع، انا بهتم بالسياسه واللي بيحصل في الشارع. طب وسمعنا حاجه بقى. نسمع محدش فاضل حد. أوكي. ولا حد بيسمع حد. السلوكيات اللي بتحصل في الشارع ده جميل، اليومين دول. ده جميل. يلا نسمع محدش فاضل حد. يلا محدش فاضل حد ولا حد بيسمع حد، محدش فاضل حد ولا حد بيسمع حد، وان كان عندك سؤال اياك تستنى الرد، محدش فاضل حد. الاب عيني تعبان راجع عالبيت هلكان، بيلاقي الواد عالنت عالفيسبوك مع البت، والبنت معاه تليفون مشغوله بالرنجيتون، يقول انا جيت يا ولادي بابا هو يا ولادي، ما يسمع منهم رد، محدش فاضل حد.
تقول له معادي يقول لك هرجع فاضي، تاكسي تقول له معادي يقول لك هرجع فاضي، تقول له فين الرحمة يقول البلد زحمة، تقول له فين الرأفة يقول البلد واقفة، طب اركب ايه قولوا لي محدش في عنده رد، محدش فاضي الحال. الميكروباص تركبه يقول أربعة ورا، والقلاب يقلبه اتفضل ارجع ورا، كتير الأجرة غالي يقول ما البنزين غالي، والكاسيت صوته عالي علي، وتقول له يمينك أسطى أنا نازل هنا أسطى، أنا كده بعدت أسطى كأنه ما سمع حد ولا عايز يسمع حد، محدش فاضي لحد ولا حد بيسمع حد، محدش فاضي لحد ولا حد بيسمع حد، وان كان عندك سؤال اياك تستنى رد، محدش فاضي لحد. الله على النقد، يعني النقد اللي هو المونولوج بتاع اليومين اللي من خلال المونولوج اللي احنا ما بقيناش نسمعه دلوقتي، احنا فاضل لنا دقيقتين، احنا عايزه اسمع منك تقليد الفنانين القدام، يعني ممكن تبقى بحاجه معاصره عشان برضه عايزين نشوف مساحه التقليد عندك شكلها ايه. اوكي ممكن نقول حزب الكنبه. عادل ادهم بيقول يا ولد انت قمت من الكنبه علشان تيجي حزب الكنبه، ولكن انا عايز اخد رايك في حاجه. ايه رايك في البرنامج؟ اتكلم يا قطه، قول يا مشمش، ما تقول يا ولد ببقك ده. وانا باخويا انا بحبك قوي قوي قوي، وبعدين انا من زمان وانا قاعد على الكنبه ما قمتش الا دلوقتي، وانت يا علي يا كسار هش يا ولا هش ينك دلاك، بص يا مصيبه ينك دلاك ولا عمرك، انا جاي من زمان علشان اجيب ناس يقولوا رايهم في السياسه. تالي ولا انت ويحيي فخراني ايه رايك؟ قسما عزما تلاتة بالله العظيم اني قاعد ومنكمش، ماليش دعوة بحد، والسيد زيان برضو حرام انا بشقايا شقايا، انا بغتني حبيبي سلام على حمام الزاجل، رجع لحمام وقال لي حبيبتك بقت راجل يا اخوانا، انا ماليش دعوة في السياسة يا جدعان، وانت استاذ يوسف يا وابي يا للهو يا للفرحات الإعلامية، وأنا من هنا ومن هذا المنبر بحيي الدكتورة نائل عمار العمر يا عمر. خلاص يا ولد وهذا حزب الكنبة من غير غلبة ولا إيه مش مش. ميرسي جدا، جميل والله، فن كله فيه هادف وفي بسمة وفي وقار وفي معاني وفي كل حاجة. استاذ مجدي عيد انا بشكر حضرتك جدا جدا على تشريفك لينا وعلى يعني الجزء الاخير، وتحياتك لينا كمان بشكرك، بشكر كمان يعني جزء صغير من فرقتك بكار واحمد عبد الفتاح ومحمد خاطر، بشكركم كلكم، والى اللقاء دايما ونتقابل على خير. وبقول لكم احنا لسه عندنا فاصل مع المتحدث بتاعنا النهارده، وعندنا مفاجأة بعد الفاصل عشان ننظف كمان ودننا ونسمع ونتمزج.